أهلا وسهلا فيكم مرة تانية ببرنامجنا صحتين وهنا. كتير اشتقنا لكم. اليوم السبت، اليوم هيك يوم كلياته حيوية وطاقة وإشي رائع، ومشان هيك اليوم رح يكون معنا ضيف كتير مميز زي ما وعدناكم. رح يحكي لكم عن كتير أشياء وأخبار من أسرار الأسماك، كيف تشتروهم، كيف تعرفوا مين الإشي المنيح، قديه لازم الواحد يزيد معدل استهلاكه من الأسماك. فمعانا اليوم السيد مهند قواسمي الملقب بيمو اللي هو خبير بالأسماك، هو مستشار لمربي الأسماك بجامعة الدول العربية، صح؟ نعم صح، لحقته 100%. مية. فأهلا وسهلا فيك اليوم معانا. كيفك مهند؟ شو أخبارك؟ الحمد لله، إحنا مبسوطين إنك اليوم معانا. أنا أكثر والله. بدك تحكي لنا هيك عن وصفتين سهلين بيقدر أي حدا يجيب هالفيليه يتبلها يعملها هلا بالإشي اللي بدنا نحكيه طبعا، وبدي يحكي لكم معلومات كتيرة. فإحنا باب اليوم هيك التواصل بيني وبينكم رح يكون طول الوقت مفتوح، رح أقرأ أي إشي من تعليقاتكم وأي إشي من أسئلتكم للسيد مهند عشان يقدر يجاوبكم عليها. وبالإضافة لهذا الحكي فهو جايب لكم اليوم معاه هديتين رائعين اللي هم رح يكونوا لأكتر حدا عم بتابع وبعمل شير للحلقة وبعمل كومنتس وبتواصل معانا، رح يربحوا تنين من اللي موجودين معانا هون رح يتفاعلوا أكتر إشي على طقمين من، يعني كل واحد رح يحصل على طقم من صحون تقديم خشبية very high quality، جايب لكم إياهم هدية. فهيهم هم رح يكونوا كتير هاي كواليتي، كتير مرتبين، بتقدروا تقيموا القطع اللي فوق، بتقدروا تردوا ترجعوهم على نفس الصحن، فرح يكونوا هدية من الشيف. فخلينا نبدأ، يلا شو بدنا نحكي رح أنا وياك اليوم؟ رح نحكي عن الفيليه. أها. هلأ رح نبلش بالطبخ إن شاء الله. إن شاء الله. بعديها رح نشرح للمشاهدين طبعا أها عن جودة الفيليه وكيف الزبون يقدر يعرف الفيليه الكويس الفريش من الفيليه اللي مش فريش، من الفيليه اللي ممكن يكون فروزن ويفكوه ويبيعوه على انه فريش. هاي كله راح نشوفه بالحلقه هاي. ونفس الشيء الدينيس، سمكه الدينيس يعني الكل بيعرف هي السمكه الاكثر مبيعا في الاردن، صح؟ مزبوط. والاكثر رغبه عليها، الاقبال عليها. راح نورجيكم عينه من سمكه مجمده وسمكه فريش وسمكه قديمه شوي، وراح يكون في شرح تفصيلي. بالاضافه راح نتسلى بطبق هيك لذيذ وخفيف كالعاده، ما في تعقيدات وطيب جدا، راح يعجب الجميع ان شاء الله. ان شاء الله. ومعية الشيف هانيه طبعا راح تكون معنا ان شاء الله. انا بتشرف اني موجوده معك. هلا زي ما حكي يعني الحمد لله راح اجيب لهم هيك اكله اشي بسيط بسيطه بالفيليه، وان شاء الله خلال ما احنا عمالنا بنشتغل زي ما قلت لكم ان شاء الله بنضلنا انا وياكم على يعني على تواصل. خبروني ايش بتحبوا اسال الشيف وانا جاهزه. اوكي هلا مبدئيا انت جايب هون الهات، هات اقول لك رح احط هاي هون. يلا خلينا ناخذ مقادير الوصفه بس بالاول. مقادير الوصفه يلا. رح يزمنا لفيليه سمك 1 كيلو فيليه سمك، بصلة مفرومة، نص راس توم، زيت زيتون، زيت الكرم، فلفل أسود، ملح الهملايا من الطير الذهبي، 50 جرام زبدة، بقدونس وصلصة تمر. وبرضو رح نعمل معاكم الجمبري المشوي. رح نحتاج لكيلو جمبري بالقشر، زبدة وتوم، ملح، ليمون وزيت زيتون. يلا هلا معناها اخذنا هاي المقادير. المقادير سهله الصراحه، موجوده ببيوتنا كلياتنا، يعني شويه طحين شويه ليمون اللي بنحط عاده على السمك. واللي بيميزها ان شاء الله انه هاي الفيليه راح تتسوى بالتمر. اوكي، ما هي مش متعودين الناس ياكلوا السمك بالتمر، ولكن هو طيب جدا 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 بالتمر، صح؟ مزبوط. واليوم ان شاء الله راح نورجيكم كيف تسويها بكل بساطه وفيري سمبل يعني، وإشي جديد كمان طبعا، إشي جديد يعني. هاي فيليه احنا متعودين دائما نحط هالليمون، كمون، ملح، فلفل اسود، لا اليوم رح تعطيه نكهه كمان زياده. نكهه ريسبي خفيف. السمك دائما انا بفضل انه ما يكون الريسبي عالي فيه، مزبوط، ما يكون بفضل فيه طعم، ما يكون الريسبي كثير عالي فيه. يكون اذا كان فريش زي ما حكينا المره اللي فاتت، السمك لما يكون فريش ما في داعي يكون عليه بهارات كثير، تعطيه هيك سيجنتشر بنسميها، صح؟ بالهاي. وزي ما انتم شايفين فيري سمبل وكثير بسيط. هاي سمكه اسمها نايل بيرش،
أها. هاي الفيليه تبعها نايل بيرش اسمها، وبمصر بحكوا لها قشر بياض، وفي اوغندا نايل بيرش بتيجي من اوغندا، وبراموندي السعودي نفس السمكه ولكن بتربى في المياه المالحه بمزارع، وباسيا بحكوا لها السيباس الاسيوي نظرا لقرب الطعم للسيباس الاسيوي. للسيباس طيب بدك تقطعها، احكي لكم قصه السكينه تبعته لشيف مهند قد ايه هي قديمه، بس قد ايه احنا دائما كل واحد بيكون متعلق بسكينه معينه عنده بكون له بيستعملها سنين فتعود عليها على مسكتها على قطعتها. طبعا الناس بتنقع السمك بليمون، انا بفضل انك ما تنقعها بس فرك في ليمون كافي جدا إذا كانت السمكة كويسة وبدون ما تشد عليه. بدون ما تشد طبعا، السمك ما بنشد عليه لأن ألياف بسيطة جدا. مزبوط، مش زي اللحمة والدجاج. مش زي اللحمة، لا ما بنضرب زي اللحمة. مزبوط، حتى الدجاج يعني بحس الواحد إنه ألياف بتكون متماسكة أكتر طبعاً. فإذا فركتوه إذا هذا عادي، بس السمك بيختلف. طب شو رأيك شف مثلا بالنسبة للأسماك إنه بصير الواحد يغسلها؟ في ناس بيبعتوا إنه نغسلها بمي ننقعها بمي ونرجع نقيمها. طبعا السمك عادي لو غسلتيه بليمون ومي وملح متوقع إشي عادي. أقل من عادي بس تكون مي باردة طبعا. تكون مي باردة طبعا، ديروا بالكم المي السخنة بتخرب. مزبوط، وبتعطي زنخة كمان. هي عنا اللي هو التمر سويناه احنا دب. اوكي، واو، مع شوية اوريجانو. طب هلا دائما في سلبيات وفي ايجابيات للفيليه شف، كيف ايش من سلبياته السمك الفيليه لما احنا بدنا نروح نشتري فيليه ومش عارفين اذا هو منيح او مش منيح او هيك؟ مبدئيا اول شيء مركز عليه الريحة واللون. اوكي، اللون لازم يكون زي هيك زهر، لازم يكون زهر ما يكونش زهر ابيض. لانه الابيض هو الكود. اكثر سمكه بيضة اللي هي الكود. الكود اوكي، الكود. هاي زيت زيتون، راح نضيف شويه زيت زيتون. بس دقيقه شايف نلحق ناخذ التتبيله صح؟ يلا اوكي، رح نحط زيت زيتون. وايش كمان رح تحط له شايف؟ يا سلام، شو عم بتدلعهم انت السمكات؟ الفيليه بدك تكون حنون شوي عليه. صح، بدنا نحط ملح الهملايا. اوكي، احنا دائما بنستعمل ملح مندوبي، ملح الهملايا. دائما الملح الهملايا بتناسب مع الاكلات البحريه عاده، انا بحسه مع كل الاكلات بس بشكل خاص. ليمون. اوكي، يعني دعكته بشويه ليمون ورجعت حطيت له كمان عصير ليمون، زيت زيتون، ملح. ذاتس ات. اوكي خلص، هلا خلصنا هون. اوكي، بنجيب ايش نيجي على المقلاي. طيب دقيقة، هلأ إحنا رح نحمي المقلاي شايف ونظبطها، بدنا نطلع فاصل صغير معاكم ومنرد بنرجع منكمل معاكم مرة تانية، خليكم معانا. رجعنا لكم مرة تانية مع خبير الأسماك مستر مو، اللي بحب كتير يعني عنده كتير معلومات وخبير بالأسماك بالجمبري بكتير أشياء. فإحنا جاهزين عشان ناخد منكم أي استفسارات أو أي أسئلة بتخطر على بالكم بتخص هذا الموضوع. بدينا اليوم معاك بالفيليه، فيليه السمك، فرجاكم كيف قطعه وكيف تبله الشيف، وهلأ بده شوي يقلي. هلأ إن شاء الله بدنا ننزله على القلي، وبداية بدنا ننزل بالتومي. أوكي، تومي فريش بالبصل. انت جايبها تومي فريش. بدنا ننزل بالبصل، بدنا نسلم على منال المصري. منال شكرا لتفاعلك معنا، الكل عمال ببعث لنا تم بيسلموا عليك كلياتهم. طب هلا ننسبكم شوي، هلا رح تقلي التوم والبصل مع بعض صح؟ يفضل تغلب التوم على البصل بالسمك. مش زي اللحوم، التوم بيغلب افضل، يكون اكثر. يغلب دائما التوم. هلا انت استعملت زيت نباتي اللي هو زيت الكرم. زيت نباتي. زيت نباتي، وبيصير نحط كمان اذا بدنا شويه زيت زيتون. طبعا انا حطيت زيت زيتون مع التتبيله. هلا بنطحن السمك زي ما انتم شايفين. اوكي، ببساطه من كل الجهات. اوكي، حطيت عليه طحين اللي هو احنا بنقول له تغبير يعني عشان ما
يلزق مثلا او شيء هيك انه بياخذ وبيعطي كمان طبقه هيك كرنشي شوي صح؟ نعم صحيح. طب هلا شف في ناس كثير بيسالوا على ريحه السمك، بيقولوا لي ايش اذا بدنا احنا نجيب سمك مثلا وريحته مش كثير حلوه شريناه ومش عارفين كيف بدنا نستعمله كذا، ايش بالنسبه لك يعتبر ريحه السمك دلاله على على شو؟ كيف بيقدر الواحد يقيمها؟ هذا سؤال كثير مهم على فكره. قلنا ويا ريت الناس اللي تسمعه تاخذ فيه. اوكي يا جماعة الخير، السمك النظيف صدقوني زي اللحمة النظيفة ما له ريحة. مزبوط. أي إشي له ريحة بتحط بتروح على مكان بتلاقيه عبالك الدنيا بهارات، اعرف إنه بده يغطي إشي، في إشي مخبى. صح مزبوط. في إشي مخبى بده يغطيه، هو بغطيه بالبهار. أنا دائما بحس السمك الدجاج هذا إذا حاطين الناس بهارات كتير بتكون نعم فيها تخباية. كل مزبوط. الأنواع. صح صح. تمام. طيب هلا احنا هيك تبلناه وحطيناه، انا رح امشي معك بشوي من الاسئله كمان اللي عمالها بتوصلني. طيب في مثلا كمان سؤال انه ايش الاشياء اللي ممكن ان نتبل فيها الاسماك عاده، ايش البهارات اللي بتلبق اكثر شيء مع الاسماك؟ كل واحد حسب رغبته يعني. في ناس بتحب السبايسي. صح. حط سبايسي ما بس ما يكتر. صح. ما تكتر. صح. احنا متعودين مثلا يعني دائما انه كمون وليمون بيحبوا السمك صح؟ الكمون متعودين هون بالأردن. مزبوط. ومتعودين على الكزبرة. وعلى الكزبرة صح. الفليفلة، زيت الزيتون، هاي البهار تاع الميدل إيست عندنا احنا بلاد الشام زي صح بحي. صح. نتبر السمك في هاي البهارات. أنا بروح لا لأشياء أخف شوي. بتحب الأشياء الأخف. أنا بروح لأشياء أخف شوي. نعم. أنا مثلا الناس من الناس بحط بابريكا، كنا أنا والشيف بنقاش بقول لي لا بابريكا ما في. البابريكا مش يعني للسمك. هو بيرجع دائما لكل واحد كيف بيحب البابريكا الطعمة. صح. مش للسمك، مش بهار، مش بهار سمكي. طب هلا مثلا احيانا شيف بنكون عاملين سمكه كامله مش فيليه وبنحطها بالصينيه بالفرن يعني. تمام. في عندنا هاي الاسماء سمكه مشويه، سمكه مشويه، سمكه محشيه هيك شيء. طب ايش الاشي اللي ممكن نعمله حتى نحطها بالصينيه مثلا وما تلزق عنا او نعطيها نكهه هيك خفيفه؟ بشوف انا اذا انت بتعمل زيي. انا بدي احكي لكم انا كيف بعمل. احط شرايح برتقال. شرايح برتقال، انا بحط شرايح برتقال ممتازه جدا. بحط ايام حلقات بصل هيك، حلقات بصل بصير، بس الليمون يبعدوا عنه لانه بمرر بتعرف. الليمون بمرر. صح. الليمون بمرر صح مع القشره تبعته بي بلفظ مغلبني شوي. طيب شف في ناس مثلا لما بيروحوا بيشتروا الاسماك، انا كنت منهم هدول الناس، لما بشتري السمك بقول كيف بدي اعرف اذا هي تازه او لا؟ بطلع على عينها للسمكه، كنت اقول اذا العين بتلمع معناها هي تازه. هذا اللي علمونا اياه واحنا صغار. طب هلا هذا الحكي صح؟ هذا الحكي صح لما تكون انت ببلد بحري. اوكي. لما نكون احنا ببلد بحري والسمك طالع صار له 5 ساعات 6 ساعات بالمي بحكم على العين، بس احنا بلد زي ما انتم عارفين احنا مش بلد بحري. عمان السمك بيجينا بالطياره. صح. مستحيل يجينا يعني قليل ما يجي من 24 ل 48 ساعة يوصلنا. صح. تمام. ما بين ما يقطف السمك ويجينا التلج بيكون قاعد على عينه. صح مزبوط. عينه بيضه. ولكن الحكم الرئيسي بالسمك دائما ايش؟ خياشيم. الخياشيم والريحة. والرائحة. هسه راح نحط شوية زبدة. بدكم تستعملوا رائحة، بدكم تستعملوا حاسة الشم، معناها لما بدكم تشتروه وتطلعوا على لونه كمان زي ما قلكم الشيف انه اذا لونه يميل الى الزهر اكثر معناها دليل على انه هو فريش، واذا ابيض كثير ممكن يكون نوع ثاني مختلف عن اللي احنا مفكرين هلا نحكي فيه. هلا رح نحكي فيه بسرعة. اوكي. تمام. هلا بدك كمان شوي نتبل هذا بالمرة صح شيف؟ بدنا نتبله ولا لسه بده؟ اوكي. تمام. طيب بدنا نسلم على كل المتابعين، انا مش عم بيطلعوا عندي كل الكومنتس على كلن، دقيقه خليني اشوف زي ما انتم شايفين طلع لونهم احلى. يلا اوكي. هلا بدك يا الله انا ساكته شوي عشان تسمعوا صوت السيزلينج تبع الزيت مع الزبده قد ايه صراحه. صوتها حلو. بنحط مش من اولها عشان ما تحرق. ما تنحرق. بتعرف الزبده انت بتحرق. صح. صوت سواد. صح 100%. مشان هيك كمان بنحط معها زيت نباتي لانه الزيت النباتي درجه يعني بتحمل الحراره اكثر عاده من الزبده. الزبده نعم ممكن صحيح. على السريع انها هاي الحركه تنحرق. لتوزيع الحراره للمقلاي وتوزيع السمك 100% حتى انه ما يلزق. هلا لازم تكون المقلاي كثير حاميه صح؟ لازم اول ما تحطها تكون حاميه عشان ما يلزق. ايوه 100% عشان تعمل هاي الطبقه اللي بتصير لما تحط الزبده بتوطيها شوي. اوكي تمام. صح. اوكي نيجي بسرعه على الشرم. يلا. اوكي هي املك هدول. شايف انت مين اكثر نوع فيليه سمك بتحبه اكثر؟ هلا انا بالنسبه لي بعتبر الهامور من افضل الاسماك كفيليه. هلا فيليه اللقص اللي بالسوق انه بيحكوا له لقص، طبعا مش لقص، هذا هو اللي بالسوق اللي هو نايل بيرش. نايل بيرش. اوكي نايل بيرش غير اللقص يختلف كليا.
انا بحب اعد اللؤس كنت انا كان هلا هو ما بقول ان السمكه مش كويسه لا لا فاهمي عليك ما هي لا تصنيفها يعني جيد صح. تصنيفها جيد ولكن إن ما بصير نحكي عنها لؤس مزبوط يعني صح يعني مش نحكي عن هونداي مرسيدس صح 100% صح نو واي صح بدك اساعدك بشيء بايركس هي هي صحن هي صحن هي صحن شف تفضل اوكي هي هي الشريم نفس التتبيل اللي راح ياخذ الشريم لانه هو نفس الطبق طب ونحكي لهم بنفس الوقت للمشاهدين عن الشريمز كيف يعرفوا كمان اذا تازه او مش تازه سؤال حلو سؤال حلو لانه احنا لما بنروح بنشتري بنلاقي كثير كثير انواع ما بنعرف مين منها المجمد هل هو مجمد بطريقه صح زي ما انتم شايفين هذا هيك يعني فريش هذا نوع فنمي منظف طبعا مفتوح ومنظف اوكي كل ما زاد السواد بالراس كل ما قلت الكواليتي كل ما انه دخل بالاكسده دخل أوكي. في مرحله التحلل بتنعكس على السواد اللي بالراس وبين الفقرات أوكي. كل ما زاد السواد حاولوا تبعدوا عنه زي ما انتم شايفين هاي الكاميرا صافي لونها مزبوط. موحد صح ما في سواد هاي في سواد شوي هذا بصير كتير بعديها اول شيء بفصل الراس لما تلاقي مكان في جمبري فاصل الراس فيه ما تاخذ منه اوكي تمام أوكي. نورا بتقول نزلوا لي تحيه احنا بنسلم عليك يا نورا هلا بدو يطلعوا عندي الكومنتس معلش كان مش عم تزبط طيب عبلة كراتش حجازين بتقول حلقه مميزه لانه فيها اسماك شكرا لك يا عايدة كمان روبا العربيات برضو بتسلم عليك وبعدين فيحة بتقول شيف مهند جدي ومركز كتير بشغله الله يعطيه العافية والله صح الصراحة شيف دائما بدي أقول لكم إشي دائما من الأشياء الحلو يعني الناس اللي حلو إنكم تتعاملوا معاهم اللي بيكون عندهم شغف بمهنتهم يعني حلو الواحد يكون عنده هيك شغف بالإشي اللي بيعمله يعني دائما أنا بقول اللي بطبخ بيكون عن جد لازم يكون بحب الطبخ لما تاخدوا منه النصيحة ومن خبرته بتستفيدوا لتعملوا إشي عن جد يكون مميز نفس التتبيلة طبعا نفس التتبيله تيبيكال اللي حطيناها على السمك بنحطها على اللحمه على اللحمه على الجمبري الشرم. على الجمبري على الشريم نفسها بالضبط ما في اي اختلاف غروب الامل تسال انه هي ما بيحبوا اولادها الا السمك المقطوع راسه كيف تختار نوعيه جيده هلا بنرجع بنجاوبك عليه ان شاء الله يا غروب وليد العباسي بيقول الشبت والشمر مميز من السمك واحلى تحيه لكم من البحرين احنا بنسلم عليك يا وليد معك حق انا بحب الشبت الخليج العربي والعراق رايحين للشبت انا كمان بحب الشبت كثير معاهم والشمر طيب وميسون حدادين بتسلم عليك بتقول لك سلاماتي الحاره لكم من شيكاغو والى الشيف الله يعطيكم العافيه شكرا لك يا ميسون واحنا جاهزين اذا عندكم اي تساؤل وباسل بدي اسلم عليك كمان يلا اوكي هاي كلها سلامات حلوه الصراحه وكوثر شكرا لك يا كوثر وغدير بتقولنا كمان تحيه من قلب فلسطين للشيف ولكي وللجميع شكرا لك ولنهلا ولسهى الشخشير بدي اسلم عليك يا سهى بدي اقول لك شكرا لك على مشاركتك بتقول حلقه السبت الفخمه الرائعه المتميزه المليئه بالخير والسعاده والابداع من شفانيا شكرا لك حبيبتي وللشيف الفخم المتميز مهند فرصه لنتعرف على اسرار مفيده ومعلومات مهمه واكلات ووصفات هلا صار عليك صار عليك هلا مسؤوليه اكثر راح نرجع السمك زي هلا احنا شايفين. هلا احنا الكاميرا تكون هون شوي معي بس استوى السمك كيف نعرف انه استوى اوكي لما ندخل على وسط السمكه تلاقيها لسه حمراء بتعرف انه ايش لسه مش مستوي مزبوط مزبوط فلازم خليها لما تصير بيضة هذا هدول استووا طيب اذا احنا رح نطلع معناها لفاصل صغير رح نطلع معكم لفاصل صغير ونرد نرجع ان شاء الله خليكم معنا ورجعنا لكم مرة تانية بس أنا شايفتكم اليوم هادين صراحة بدنا وين الشيرز وين الكومنتس وين إشي عشان بدنا نشوف مين منكم إن شاء الله رح يكون في معانا اثنين رابحين لصحوم تقديم زي هدول مصنوعين من الخشب السويسري هدول جايين هدية من الشيف لكم اليوم فبدنا نشوف كومنتس أكتر بدنا نشوف شيرز أكتر منكم لحد ما هاي الحلقة توصل لكل الناس وحتى تستفيدوا من المعلومات اللي عند الشيف هلأ لسه باقي نص ساعة بالحلقة أو 25 دقيقة
استغلوها. إذا عندكم أي تساؤلات ابعتوا لنا إياهم، أنا هيني عم بحاول أقرأهم. هلا إحنا قبل الفاصل تبلت أنت حضرتك نفس التتبيلة تاعت السمك، ننزل القشرين بسرعة. بدك تحط جزء منهم بالمقلاي؟ بحطهم كلهم بالمقلاي. ما بدك تحط على ال بطلت؟ يلا اوكي. كان بده يورجيكم الشيف انه في طريقتين، اما على السخانه اللي كلنا عنا اياها بالبيت زي هاي، او انه بالمقلاي، بزبط معكم كل الطرق. بزبط كمان مثلا انه يحطوها بالفرن؟ طبعا بنشوف. بيطلع مشوي؟ طبعا. يعني هو الفرق عندكم انه في شريمس مقلي، في مشوي، في عده اشياء. هلا كنا نحكي انا وياك شيف كيف انه هي من وراء عاده الجمبري بكون في الحز، هذا العرق تبعه اللي هي المصران تبعه. مزبوط. من الظهر، من التهاب الظهر او من كاش اسنان بنطلعه، لازم يطلع، لازم تقيمه هذا لانه هو بكون مش يعني اول شيء له صحيا بصير يضل موجود ولا برضه بالطعم. بالضبط. طيب نوره بتقول احلى شفات، شكرا لك يا نوره. شوف كمان اذا في اسئله. مجود كمان بتسلم علينا، اهلا وسهلا فيكي. واميمه كمان بتسلم عليك شيف، وسوسم تبعت كمان لصحباتها انه شوفوا الحلقه لان هالحلقه كثير مميزه. طيب اذا في عندكم اي تساؤلات كمان احنا جاهزين. طيب هلا انا بدي اسالك سؤال شيف. هاي تكرم عينك لعيونك، تحط لنا على السخانه منيح. على كمان الصراحه اللي على الجريل زاكين، انا بحبهم لما تكون كميه الزيت فيها قليله. اوكي. طب بدي اسالك كمان سؤال شيف، انه كيف يعني ايش برايك هو السبب بتضارب الاسعار الاسماك بالاسواق؟ لانه احنا في عندنا اسماك طول. اسعارها كثير مرتفعه، في شيء اسعاره بتكون يعني مش طبيعيه قديش هي رخيصه بتكون. صحيح. فايش برايك سبب بتضارب الاسعار؟ نبلش نحكي بجد. يلا اوكي. بالنسبه للسمك اجمالا، بدي المواطن يفهم شغله، ما في شيء اسمه أفر كرمال عيونك، كل أفر فيه له ثمن. صح مزبوط. هلا لما تلاقي سعر الدنيس هابط كثير، حط 100 علامة استفهام. أي منتج سمك، لحمة، دجاج، لبن، أي شيء نازل سعره كثير، حط علامة استفهام وتحرك كويس. أوكي. هلا راح نشرح لكم، راح نحط قدامكم عينات سمك وبدنا نتناقش مع بعض في الموضوع هذا ونشوف. حلو. مع بعض شو الفرق. حلو كثير. طيب اوكي. هلا احنا هدول بدنا نتركهم معناها لحد ما ياخذوا اللون اللي بدك اياه، صح؟ تمام. وهدول رح اقيمهم بدكم. شوفوا كيف بدا هيك يصير لونه، ما احلى. تمام. طيب يلا هي كمان عمالهم بيسلموا عليك كثير من الناس، بتجنن الحلقه. بصير انا اوقف هون وانت يعني تحضر اللي بدك اياه. يلا. صراحه لونهم بشهي، طلعوا ما احلاهم. كيف بدو ياخذوا لون؟ دائما بس يبدا يتحول عندكم الجمبري للون البرتقاني بتعرفوا انه هو بدا انه يستوي، وحتى شايفين هيك كيف بدا يفتح شوي. فهاي الفتحه دليل على انه بدا انه يستوي. الصراحه رائع. قال كيف ممكن نعمل صياديه كمان عمالهم بيسالوا. رائد بقول الله يعطيكم العافيه، شغل مرتب ومميز، تسلم ايديك شيف. وام عادل بنسلم عليكي بتقول يسعد لي مساكم، والله ومساكي يا ام عادل. انا مش قادره اروح من هون بس اقول لكم قد ايه ما احلى. طلعوا كيف فتح وكيف بدا يتغير لونه. هيو دائما هاي الاشياء الصراحه الشريمس وهيك كل ما بتكون تازه، كل ما بتكون نوعيتها عاليه بتكون رائحتها ومذاقها وكل شيء فيها مختلف. طيب هينا بس اطلع على هدول، وهي هدول كمان بدو يطلعوا. هدول طلع عليهم. خلص. شوفوا ما احلاهم الصراحه وسريعين جدا. يلا بدك اقيمهم شايف؟ لا فيك تعصر عليهم بس ليمون تتصوري. اوكي. شوفوا قديه شكلهم الصراحه رائعين رائعين يعني. والبهارات اللي حطيتهم عليها بسيطه، كثير بسيطه وكثير سمبل. دائما لما تكون نوعيه الاسماك او الجمبري اللي عم تستعملوها كل ما كانت عاليه جودتها اكثر بتكون بدها بهارات اقل زي ما حكى لكم الشيف. تمام. طيب هلا نرجع هون نركز شوي. يلا اوكي. عندنا هون ثلاث انواع فيليه. اوكي. بدي اللي معانا يركزوا منيح هلا لانه هاي من اهم الفقرات اللي بدنا نحكي فيها. اوكي. تمام. معك. بنروح على السوق اوقات اذا شفتوا فيليه زي هيك معروض زي ما هو هيك طلعوا على شكلها هاي وهاي وهاي. شوف هاي. نعم. شو الفرق هاي؟ ها يعني هاي فيها لون الزهر واضح اكثر انا شايفته.
شايفتها متماسكة هاي بعد شوي هيك تنهرى من محلات. شايف الأنسجة تبعتها مش كتير متماسكة. صحيح. صح لونها كتير كتير أبيض. يعني أنا بالنسبة لي ما بعرف فيه. يعني هاي أنا بحس. بيرفكت. صح. أكبر. أشوف ما شاء الله عنك. اللي بقوله. ما حكى لي قبل الحلقة بحب. لا والله. أنا زي زيكم أنا بشوفهم. آه والله. هلا لما تلاقوا الفيليه زي هيك شكله. آه. زي هيك. أوكي. خده وأنت مطمن. آه. خده وأنت مغمض. الحمار والدم تبعه والتماسك. صح التماسك. اها اذا لقيتها زي هيك بتكون صار لها مده فريش بس صار لها مده. هلا بدنا نركز على خطوط الدهنيه. اها لما نيجي على الكارثه هون. اوكي لما نيجي نلاقيها زي هيك اوعى تشتريها لما تكون هالقد. هذا مجمد وبفكوه. هذا مجمد ما في سمك فريش هيك شكله. وبتعرف شو المشكلة؟ إنه إذا بيشتري الواحد وبيفكر تازة وبروح بياخده وبيفرزه. فأنتوا هاد بيكون هذا من الأشياء الخطرة صحياً يعني وعالمياً. نعم لأنها هي بتكون إشي تجمد ورجعت وفكيت التلج عنه ورجعنا إحنا اشتريناه بكل حسن نية على إنه هو تازة وأخذناه وقلنا إيه والله عليه أوفر خليني أضبه بالفريزر. بدي تركزوا لي على خطوط هاي. أوكي الخطوط هاي إذا كانت قريبة زي هيك ديروا بالكم ما تشتغل. أوكي. ما بنصح نهائيا اذا قريبين الخطوط تبعتها تكون مجمده ومفكوكه ومعروضه تنباع للمواطن على انها فريش. اوكي تمام. هي خلصنا من الفيليه نيجي للاختبار الثاني. اوكي تمام. هاي اذا بدك تحطهم هون راح هدول اللي اشتغل. الصحن تبعهم هي. اوكي خلص. اوكي شوف طيب هلا بدنا نحكي على السمكه الكامله. حضر حالك رح اسالك اسئله كثير. طبعا هاي نيجي على الدنيس هلا يلا. اوكي اللي هو الكينج الأكثر مبيعاً في الأردن. أوكي الأردن تقريباً تستهلك أسبوعي من 10 إلى 15 طن دينيس. صح مزبوط. بينما بتستهلك من باقي الأسماك كلها ما يقارب 10 طن إلى 8 طن. فأكثر إشي التركيز على الدينيس. تمام صح. هاي رح أحط لك هدول هيك. هذه شوفي لي اشرحي لي شو فهمتي من الصورة. شوف أنا حاسة حالي بامتحان اليوم. طيب هلا هاي بدها كفوف الصراحه وبدها حاسه شم قويه عشان نعرف مين اللي ريحتها منيحه ومين ريحتها مش منيحه. بدنا نفتح نشوف الخياشيم. صح تمام. قلت لي العين مش مقياس. مش مقياس والخياشيم الدنيس بالذات خياشيم وهو بسبح بتكون غامقه ديروا بالكم. اوكي اوكي ده. هاي السمكه واصله اليوم. اوكي هاي اليوم واصله منفوخه ومرتبه. هاي صار لها 4-5 أيام. هاي أوكي. مجمده. ركزي. اوكي هاي مجمده. هاي مجمده. اوكي تمام. نيجي مره ثانيه طلعوا عليهم وركزوا. نركز عليهم مظبوط. هاي السمكه. اوكي زي ما انت شايف. هاي خياشيمها. اوكي طلع لون الخياشيم كيف بيكون على فريش. هاي هلا واصل اليوم صراحه. كنت بدي احكي انها هاي شكلها التازه. هاي 5 أيام. اوكي طلعونها. بادي يتغير عم يصير على بني. بدي اقول لك على غامق. هاي فروزن. شوف مع انه لونها فاتح. اوكي كيف نعرف الفروزن؟ ايوه كيف فورا بنروح على وين؟ على الديل. اوكي طلعوا الديل. ديل السمكه مش مكسر. اوكي متماسك. الفروزن لما توصل 20 تحت الصفر بتكسر زعانفها تتكسر. كل شيء فيها بتكسر بالإضافة. أوكي. لو اجينا شمينا شف. اوكي لها ريحة الصراحة. تفضلي هاي تفتح لك خياشيم. هذيك ما فتحت ولا ما شيء. ما في ريحة بالمرة نهائيا. ابدا ابدا. صح مزبوط 100%. صح فهذه الطريقة. طيب هلا انا السؤال اللي رح اسألك اياه قبل ما نطلع على الفاصل. هلا كيف بنعرف يعني انا كوحده مثلا ما عندي اي فكره عن يعني بدي احط حالي محل حدا ما عنده فكره عن الاسماك شو طبعاً. بيعرفني انها هاي السمكه بتزبط للشوي ولا بتزبط للقلي ولا كيف فكيف ممتاز. بدي اعرف يعني احنا لكل الستات. هلا كل السمك بزبط للقلي. كله بزبط بدون استثناء. اوكي ايش اللي ما بزبط للشوي؟ اللي بيكون ناشف اصلا اللي بيكون نسبه الفات فيه قليله. فإذا هو بتباع على نسبة الدهون اللي موجودة بالسمكة. إذا هي سمكة مثلا نسبة الدهون فيها عالية فهي بتكون مناسبة أكثر للشوي. طبعا. صح
واذا نسبه الدهون اللي فيها زي مثلا السالمون مثلا نسبه الدهون فيها عاليه عشان هيك بتروح اكثر شيء على الشوي او ممكن تشويحها على قد ما فيها قد ما فيها دهون تزبطش للقلي مزبوط 100% بس اذا كانت عندكم ناشفه بتتحمل ممكن انه الواحد بيقليها على الجريل ما بنزلها فراير اوكي طب وإشي تاني بدي اسالك اياه شيف مثلا زي الدنيس الدنيس بروح شوي وقلي بروح شوي نسبة وقلي الفات فيه تتجاوز 25% طيب هلا احنا رح نضطر انه نطلع فاصل صغير شيف ونرجع نكمل معك ومع بدي اقرا لك كمان من الاسئله اللي عمالها بتيجينا طبعا. مكملين معاكم فاصل كتير صغير وراجعين معاكم لكم مرة تانية مع الحلقة المميزة اللي فيها كل أخبار الأسماك والإجابات على استفساراتكم اللي عمالها بتوصل حان الوقت هلأ لنعلن لكم مين اللي فاز باللي عمل شيرز أكتر حتى هالحلقة توصل لعدد كتير كبير من الناس وللمتابعين ورح نشوف مين عنا اللي فاز هلأ رح يحطوا لنا اسمهم سوزان قسيس مبروك لك يا سوزان مبروك لك فزتي بواحد من أطقمة الخشب السويسريين المقدمين من الشيف أوكي وربا عربيات ربا مبروك لك فزتي برضو بطقم من الصحون الخشبية هدول السويسريين المقدمين من الشيف وحظ أوفر للي شاركونا اليوم إن شاء الله بتربحوا بأشياء تانية معانا بالحلقات مكملين معاكم أكيد طيب هلأ شيف إحنا عملنا أول طبق خلصناه اللي هو الشريمس اللي أنت تبلته بطريقة صح وحكيت لنا عن كتير معلومات عنه عن كيف تختاروه كيف تتبلوه كيف تعملوه وبرضه حكيت لنا عن فيليه السمك كمان قليته بزيت وقليته بشوية زبدة وحكينا برضه عن السمك وكيف تختاروا الفيليه طيب هلأ مكملين معك بدك تعملنا أنت وعدتني تعمل لي إشي عصير قلت لي رح تعمل لي عصير إشي زاكي كتير دائما مع السمك بلبق الليمون كتير زاكي معاه ليمون ودائما احنا بس نخلص اكل السمك بندعك ايدينا بالليمون صح بالليمون فهلا رح ناخذ معكم مقادير عصير الليمون مقادير عصير الليمون بالمياه الغازيه رح يلزمنا لتر ماء واثنين حبه ليمون يكونوا طازه و100 جرام من السكر عم بيسلموا عليك شيف بيقولوا شيف صادق ومخلص بالحكي اللي عماله بيحكي لنا اياه ورائد بيقول والله معلومات قيمه وممتازه صح لسانك يا شيف تسلمي غالي بس ريهام عم تسال شو في خلطات للفيليه المشوي الفيليه المشوي في يعني حكينا احنا كل واحد حسب حسب ما بحب بس حسب يعني هيك ما بحب. هيك وحده ممكن تحط الكزبره ممكن تحط الزنجبيل مع الهيل طيب جدا ممكن نستخدم البندوره صوص البندوره مع شويه كاتشب مع تحط معهم ليمون وتوم طيبه فينا الاوريجانو بس انا بنصح بالاوريجانو طبعا ما تحطه مع الطبخ لانه بمرر ينحط بالاخر اوريجانو اخر شيء بنحط اخر وممكن اذا بدكم شيء هيك خفيف يحطوا شويه زيت زيتون عليه بتحطي معاه مثلا توم زنجبيل احكي لي اشياء توم زنجبيل وزنجبيل ورشه هيك الرسمه تبعهم حلو أيوة مع السمك زاكي بيطلعوا زاكين وتفنني بالصلصات اللي ممكن تتقدم معهم الكمون مع القلي ما بنصح فيه الكمون روحوا فيه مع الشوي مزبوط القلي ما تروحوا مع الكمون طب بسال ناصر ابراهيم شو هو السمك المقطوع راسه وهل ممكن يكون مضر للصحه ما في شيء اسمه مضر للصحه بس الله اعلم اذا كان انت هلا هو الكاسكيجوال السمك هذا كاسكيجوال هو متدني اوكي يعني ما باخذ جريد عالي هو سمك سيء الجوده ولكن مش مضر اوكي يعني ممكن لو نحكي التونه الجاك مضر اكثر منه طيب ناخذ معناها هلا نبدا ان شاء الله نعمل العصير وانا هلا رح اشوف اذا في شيء كمان اسئله ان شاء الله اني اكون ما قصرت معكم اني قدرت قد ما بقدر اقرا بس الكومنتس ما شاء الله عاليين
رح احاول قد ما ردينا عليهم اللي ما قدرنا ما لحقنا نرد عليهم رح نرجع بعد الحلقه. انا بطلع على الكومنتس انا وشايف مهند بنشوف ايش في تساؤل ما حكينا عنه نجاوبكم عليه. اوكي هلا جبت مي. اوكي هاي مي لتر مي ترى سيمبل كثير كثير بس مش طبيعي طعمه. اوكي نحط عليها شويه ليمون. هاي مي عاديه صح؟ ستيل ووتر. عادية مي مي. مي عاديه مش غازيه. شويه ليمون. اوكي وباسلة بتقول وصفاتكم رائعة. وهلأ سكر كمان حطيت. سكر عادي صح؟ سكر عادي بسيط مش سكر ناعم ولا أي شيء. تمام. أوكي هلأ نيجي نعمل هيك وعبلة برضو بترجع بتقول ما في أفيد من هالحلقة شكرا كتير لكم. بدنا نحقن غاز. أوكي هي واحد اثنين ثلاث خلصت. حقنت فيها. طب أنا بس بدي أعملها هيك شوي بس عشان يشوفوا كيف. من هون اكبس اكبسي هون. وينها؟ خلص بس 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 كثير رح اعمل لكم انفجار. اخذ فانت بهاي الطريقه زي الكرير هلا. اوكي مع ليمون بتزيدي ليمون زي ما بدك بتسوي بتحلي زي ما بدك. ممكن مثلا احط معهم اقطع ريحان مثلا احطه اي معهم عصير بخطر في بالك فيك تعمليه. اوكي والله فكره حلوه الصراحه. حبيتها هاي الفكره يعني الواحد بيقدر على اي عصير زي ما اي حبيت. عصير بالبيت عندك بدك تشربي شاي فيك تسويها. بيتر ليمون مثلا بعملها بحط اي شيء بخطر في بالك بحط معها رمان شوي طبعا مثلاً. شو بنساوي هلا لانه حقنتي غاز كثير. رح نفتح هاي سامعين الصوت. خليها تنفس. طلعت الزايد منها الزايد من الغاز لسه فيها. انا رح انقل هدول الشريمس لهون زي ما انت كنت حكي لي حابب تحطهم بالصحن الاسود. تمام اوكي هاي رح انقلهم. انا دائما بحب الاسماك اقدمها الصراحه بصحن اسود بحسها انها بتعطي لون حلو كونتراست حلو. فهي رح نعمل زي ما كان جعباله شيف مهند. هاي صح هيك؟ نعم صحيح زي ما بدك. اوكي ونزينها بالليمون. انبسطنا بوجودك معنا شيف مهند وعلى المعلومات الحلوه اللي حكيت لنا اياها. ان شاء الله يا رب تكونوا ان شاء الله هيك تكون يعني حلقه مفيده كانت لكم وتستفيدوا منها. طلع كيف؟ احكي لنا انت شيف. انت احكي. لا انت المايكروفون معك. يا سلام هذه بعد السمك بتهضم الصراحه زاكيه. هاي بعد السمك ولا اروع منها. صراحه طيبه حبيتها بسيطه وسيمبل. دائما نروح نحاول ندور على الاشي السيمبل صح ما نروح للتعقيدات. يعني جاني مرة واحدة كاتبت لي جايبك فيليه سلمون. اوكي ناقيتها بالسلمون لتاني بالليمون لتاني يوم. واو استني شوي حط عليها ملح ليمون. استني شوي استني لسه ما بلشنا. لا فارمي كزبرة ملح ليمون وبقدونس وسيفن اب حطيتها عليهم سيفن اب. سيفن اب التفاعل صار. انا بحكي لك مش من عندي تبع مش فاهم هو سيفن اب مع ملح ليمون هو اختراع ولا طبخ مش فاهم صراحه. في ناس بتبالغ في ناس بتبالغ صح. كثير صح. يا جماعه والله العظيم ما في اكثر ما في اسهل من الطبخ من هي البساطة. بس روح كل ما كنت القطعه اللي عندك فريش وجودتها عاليه كل ما كنت مش بعازي لا ريسيبي وبهارات. حتى انا دائما بقول شيف تعقيبا على كلامك بقول الواحد ما يجيب كميه كثير كبيره من الاشي ويتكلف بكميه كثير كثير كبيره. لا جيبوا اشي منيح صحيا يفيدكم يفيد عيلتكم كمية قليلة منه وعوضوها مثلا جنبها مع شوية رز تفلفلوا معاها مع شوية باستا مع خضار مع حبتين بطاطا منها بتعطي شعور بالشبع وبالارتياح بتكون وجبة متكاملة ومنه بتكونوا أكلتوا إشي مفيد. أنا دائما دائما بقول خدوا على قد حاجتكم خدوا إشي منيح ما تبالغوا بالتتبيل وبالبهارات وبالصلصات خليكم على الإشي البسيط. انت زي ما قلت كل ما كنا ابسط كل ما أسهل. كان اسهل. وشغله ثانيه انا بستغرب من الناس بيجي بيشتري ذبيحه كامله وبحطها بالفريزر. طب انت اشتريت إشي كواليتي عالي بسعر غالي عشان تسويه كواليتي سيء بسعر رخيص ليش؟ صح. لا الملاحم راح تسكر ولا محلات الدجاج راح تسكر ولا محلات السمك راح تسكر. صح مزبوط. انا بنصح كل انسان بس يجي على باله الشغله يروح يشتري على قد اكله يشتري فريش. صح. ما في داعي انك تخزن بالثلاجة عندك ستوك لإمرجنسي مرة واحدة حطهم بالفريزر مش تجيب الطازة تحطه بالفريزر وتطلع المفرزان تطبخه. صح. في شيء غريب في معادلة غريبة عندنا بالأردن بتصير. مزبوط 100%. صح ولا لا؟ صح 100%. بيجي واحد بقول لك عاملين أوفر أعطيني 20 سمكة. طب شو بدك فيهم؟
بدها فرزن. ليش؟ طب ما انت حقها الفروزن 3 درنير، الفرش حقها 7 درنير. صح، جيب عقل. ليش خليها 3 درنير قيمتها؟ 100% صح. هاي اللي بنصح فيه الناس، وان شاء الله تكون عجبتكم الحلقه، وان شاء الله هيك تكونوا استفدتوا كمان، او ان شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي حكينا لكم اياها. ودائما هيك تكون دائما، يعني بحب دائما اللي بنقدم لكم اياه ببرنامج صحتين وهنا يكون إشي مفيد لكم، ويكون له هيك ادد فاليو زي ما عودناكم دائما بعمان تي في. انبسطنا اليوم كثير بوجودك معنا كضيف شيف مهند. انا والله انبسطنا بالاطباق اللي قدمت لنا اياها اليوم. عملت لنا فيليه السمك اللي كان شويته أو قليته شوي بالمقلاي مع تتبيلة زاكية، وعملنا كمان الشريمس معه، وكمان ختمناها بعصير ليمون غازي بشهي. وبدنا نشكرك مرة تانية. العفو ولو. شكرا لك كتير. أنا كتير مبسوط معاكي وما شاء الله عنك. يعني الله يخليك. الله نتعلم منك. شكرا. لا شكرا لك. شكرا. لا كلياتنا كلنا بنتعلم بهالدنيا صح. يلا إن شاء الله منرد منشوفكم بكرة، رح يكون معاكم شيف خميس وفانيتا صديقتي، وبنرجع منتكمل معكم كل هذا الأسبوع. يلا باي باي.